السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم قناة أحمد الداوودي. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ليصل لك كل خبر جديد ومميز. أخوتي الأحبة، هذه الأسئلة اللي تعرض عليكم هي نماذج مهمة بالنسبة لامتحانات نصف السنة لعدة مدارس ولعدة أعوام، والتركيز دائما أنا أقول لكم وأكدت حتى في أسئلة الامتحانات التمهيدي أنه التركيز راح يكون أكثر شيء للسنتين اللي راحن أو بالزايد للثلاث سنين اللي راحن، لأن حسب ما لاحظنا وشافوا ودققوا أكثر الأساتذة أنه أكثر الأسئلة تجي من السنة، مثلا خلينا نقول 2018 كانت أكثر الأسئلة أو تقريبا 80-70% من الأسئلة جتي هي من مشابه من أسئلة 2016 و2017، ونفس الشيء 2019 جت منها أسئلة كثيرة من 2017 و2018. إذا التركيز على آخر ثلاث سنوات، وهذه الأسئلة اللي أنا أنزل لكم إياها سنة 2016 و17 و18 و19 بالزايد، أربع سنوات يعني. فالتركيز على آخر أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو السنتين راحت هالموجود عندك. المهم مراجعة الأسئلة وحلول الأسئلة للسنين اللي راحت مهمة جدا جدا جدا. بعد ما تخلص وتراجع الكتب، أسئلة نصف السنة كانت أو نهاية السنة، الأسئلة الوزارية والأجوبة والنماذج والمرشحات كلهن ركز عليهن، لكن لا تعتمد عليهن بمجرد انه تقوي نفسك بحلهن او بمراجعتهن، بمجرد انه تشوفهن تشوف انت اللي تعرفه عبره واللي ما تعرفه حاول انه تطلع بالكتاب وتتاكد من عنده او تحله بالورقه والقلم. هذه نصيحتي لكم، واتمنى انه تستفادون من هذه الاسئله، وهاي السلسله مال الاسئله اللي راح انزل لكم اياها ابتداء من شكرا الابتدائيه لمتابعه الفيديو. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات ثم الاعجاب والثالث متوسط والسادس الاعدادي بفرعه الادبي والعلمي. شكرا لكم اخوتي والى اللقاء.